افتتح صباح اليوم معرض مسيرة الدستور في كلية الحقوق بجامعة الكويت بالتزامن مع ذكرى صدور الدستور الكويتي. المعرض نظمه نادي القانون الدستوري واشتمل على مجموعة من اللوحات التي رصدت المحطات البارزة في الحياة الديمقراطية في الكويت منذ مجلس الشورى في العام 1921 من القرن الماضي وحتى الوقت الحاضر، مرورا بأهم الأحداث والتطورات السياسية والديمقراطية والدستورية التي مرت بها الكويت. كما اشتمل المعرض على عدد من الكتب والإصدارات حول الحياة الدستورية الكويتية. احنا سعيدين في نادي القانون الدستوري الذي يهتم للأمور الدستورية والقانونية، والذي يهتم لتوعية الشعب ووضع يعني صور الحياد من خلال طرح أكاديمي مميز، لأن نفعل هذا الأسبوع الدستوري القانوني من خلال معرض تاريخي وبانوراما تاريخية تسمى بمسيرة الدستور، تتكلم عن وضع الدستور الكويتي أو وضع الديمقراطية في الكويت من 1921 مجلس الشورى إلى يومنا هذا في 2015. الدعوة عامة، يستطيع أي شخص مهتم ويعني مختص في هذا المجال أن يعني يحضر في هذا الممر ويتابع التاريخ الديمقراطي والدستوري بشكل كبير.